هنسيب كرة القدم وهنخش على قضيتنا النهاردة في حصاد الأبطال. قضيتنا النهاردة قضية مختلفة، وصدقوني أنا هتكلم فيها من منطلق مش إعلامي خالص، بالعكس من منطلق لاعب سابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي في كرة اليد أو الألعاب الجماعية بصفة عامة. يعني احنا عندنا أربع ألعاب جماعية، عندنا كرة القدم وكرة اليد وكرة الطايرة وكرة السلة. هنتكلم على المنتخبات المصرية بالأخص، أكيد البرنامج بتاعنا مش مخصص لكرة القدم فهنطلع كرة القدم. هكلمكم على الثلاثة التانيين، هاندبول وباسكت وطايرة، منتخبات مصر. وهكلمكم على منتخب مصر للفولي ومنتخب مصر للباسكت. شفت حاجة مش لطيفة، مش جميلة. منتخبين الاتنين بيخسروا. منتخب مصر للفولي بيخسر ويطلع تالت، منتخب الباسكت بيطلع من دور الثمانية أمام أنجولا، والاتنين بيكسبهم منتخب تونس الشقيق. لازم نفكر، لازم نشوف فين السبب. أنا بوجه رسالتي للمسؤولين اللي ماسكين اتحاد الفولي. رقم واحد، خسرنا اتحاد الفولي، بتكلم على اتحاد الفولي، ونقف نتكلم على اتحاد الفولي شوية. هنقول ايه؟ سبع سنين لجان بتسلم لجان. هيقولوا لي اصل دي هي دي المشكلة. لا مش دي المشكلة، المشكلة وانت قاعد على الكرسي لازم تعمل لمصر، ما تعملش لحد تاني، ما تعملش حاجة تانية. ما ينفعش منتخب الفولي بتاريخه الكبير في حصد ست بطولات من 2005 ل 2015، أخدنا الست بطولات أفريقية متتالية، ونطلع من دور الأربعة نلعب تالت ورابع. ليه؟ فين المشكلة؟ ما طلعش مسؤول في اتحاد الفولي وصرح بعد ما خسرنا ويقول إيه اللي حصل؟ فين الغلط؟ طب يطلع يقول اللي إحنا عندنا قريب تاني بطولات، فهنعمل إيه؟ فين المشكلة؟ ورسالة لاتحاد الفولي، لمسؤولي اتحاد الفولي كلهم. بص احنا هنا بنتكلم مش على شخص، بنتكلم على بلد وهي مصر. فمصر لما تتحط في الكلام كله يقف ويشوف الغلط فين عشان نصلحه للي جاي. انا مش طالع انقد نقد لنا، يعني طالع هاجم، انا ما بهاجمش حد. انا بتكلم على منتخب بلد وصل ووصل بطوله افريقيا وفي الاخر طلعنا تالت. هل ده مستوى منتخب مصر للفولي ان يطلع تالت؟ وجهه نظري البسيطه إن الإعداد كان فيه مشكلة. إعداد المنتخب المصري كان فيه مشكلة. مشكلة لأن عايزك تبص على اتحاد الهاندبول، معلش هقف وقفة شوية، هقف وأروح لاتحاد الهاندبول. اتحاد الهاندبول بقاله أكتر من 20 سنة يومين في الأسبوع اتنين بيروحوا اللعيبة منتخب مصر علشان يحصل فيه تأقلم. ليه ما أخدناش كده؟ ليه ما أخدناش من اتحاد الهاندبول حاجة كويسة عنده؟ اللي نجحت. والنهارده اتحاد الهاندبول او منتخب مصر رابع الاولمبيات مش ثالث افريقيا. عايزين نطلع لقدام كلنا، لازم نقف مع نفسنا واقفه. ما حدش يقول لي مجلس مؤقت، ما حدش يقول لي لجنه معينه، ما حدش يقول لي اصل اعضاء مجلس اداره منتخب. انا مش دي قصتي خالص. قصتي حاجه واحده، ان مصر او منتخب مصر وهو بيلعب كله بيكون سبورت، وانا عارف الدوله سبورت ازاي في الموضوع. يعني انا متاكد ان الدوله مش مقصره. اعداد بيطلع، بنطلب اعداد الدوله بتطلع، بنطلب حاجات الدوله بتديها لنا. الفلوس من الاخر يعني هي كده. مع ان الصح ان كل اتحاد يصرف على نفسه. النهارده اتحاد كره اليد اعتقد بقى عنده تسويق وعنده فلوس يقدر يصرف على نفسه. هي دي الدوله طالبه ده. ده شيء مهم جدا لازم الناس تقوله، ولازم الناس تحاسب نفسها قبل ما احنا نحاسب الناس. تعالى بقى لاتحاد الباسكت. أغلى دوري في مصر بعد كرة القدم. أغلى دوري في مصر بعد كرة القدم. أهلي، زمالك، اتحاد، سبورتنج، سموحة، جيش، جزيرة. هنقف. يا ريت بس هو أغلى دوري. هو أكتر دوري موجود فيه لعيبة محترفة. بما إحنا بنجيب لعيبة محترفة ليه؟ عارفين ليه بنجيب لعيبة محترفة؟ علشان الدوري يبقى خبراته كبيرة. فاللعيبه عندها اكتساب خبرات، مش عشان ان فرقه تكسب بطوله. الاتحاد بيقول دخلوا محترفين علشان الدوري يعلى، عشان الدوري يبقى قيمته كويسه وخبراته كويسه. ازاي يكون اغلى دوري في مصر بعد كره القدم؟ ما حققش ويطلع من منتخب انجولا دور الثمانيه. هتقول لي علشان منتخب انجولا
عنده محترفين. طب ما مصر عندها محترفين على طول، سهله مصر عندها محترفين. خلي بالكم اتحاد الباسكت النهارده لسه عنده نقطه تانية، يعني النهارده احنا خسرنا في الباسكت، بس عندنا السفر لكاس العالم او الاعداد لكاس العالم. بنقول برضو الاعداد ما كانش كويس، انا شفت الكابتن احمد مرعي في حديث لي في قناه تلفزيونيه قال الاعداد ما كانش كافي. مش هو كابتن احمد مرعي قال كده، الاعداد ما كانش كافي. طب الاعداد ما كانش كافي يبقى نتوجه للمسؤولين، ويطلع مسؤول يقول يا جماعه والله احنا الاعداد ما كانش كافي عشان الاسباب الاتيه، وان شاء الله في المرحله الجايه هنتلافى ده. ده مش هيبقى موجود، لان احنا عندنا التاهيل الى بطوله العالم. نتمنى ان كل المنتخبات المصريه تبقى موجوده في المحافل الدوليه، ده شيء مهم جدا لمصر. ده حاجه مضايقاني جدا بصراحه، يعني الموضوع يعني حاسس في نفسيتي جامد جدا ان مصر بالشكل ده. انا هقول لاتحاد الباسكت بالذات دي ناحيه سلبيه، بس عنده ناحيه ايجابيه في 3 على 3. النهارده ترتيبنا وصل ل 13 من اصل كنا 62 او 64 حاجه زي كده، وصلنا 13 في ترتيب 3 على 3. ده شيء ايجابي، بنقول لكم الف مبروك، هايل، كملوا على هذا. بس خلينا نرجع بقى لمنتخب مصر الاساسي، يعني اذا كان 3 على 3 محققه، طب ال 5 على 5 لازم نحققها برضه، ولا ايه رايكم؟ نتمنى اتحاد الباسكت يدرس اموره كويس، لان انا عارف ان في قامات كبيره جدا داخل هذا الاتحاد، هو اتحاد الفولي، علشان مصر تبقى دايما في المقدمه وما نلعبش على المراكز في دور الثمانيه او في دور الاربعه. اتمنى تكون رسالتي وصلت للمسؤولين كلهم. تاني بقول انا هنا مش موضوع نقد، احنا هنا بنقول كلام علشان مصر تبقى قدام، تبقى رقم واحد، زي ما كل الناس في الدوله بتشتغل على هذا الاساس ان مصر رقم واحد، لازم كل اتحاداتنا المصريه تشتغل رقم واحد. واخر كلمه بقولها لهم، خدوا خبره اتحاد الهاندبول حطوها، اعملوا يومين في الاسبوع جمعوا اللعيبه وتتمرن مع على ايد المدربين المصريين، مش قبل البطوله باسبوعين نلم لعيبتنا.